على الهواء مباشرة يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة، مع برنامج المسيحي والمجتمع وحلقة خاصة عن أحداث العريش. وتحتوي الحلقة لقاءات مع المسؤولين وأقارب الضحايا والمهجرين ومعلومات جديدة تذاع لأول مرة. ضيف الحلقة الأستاذ منير بشاي، رئيس جمعية أقباط كاليفورنيا. البرنامج إعداد وتقديم دكتور محفوظ جريس.